بقى دكتور، أعلن رئيس اللجنة فضل اعتصام القيادة العامة نبيل أديب موافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تمديد فترة عمل اللجنة لثلاثة أشهر لتتمكن من إكمال التحقيق. وقال رئيس اللجنة أنه بعث بخطاب لرئيس الوزراء أكد فيه أن اللجنة لم تستفد من فترة التمديد الأولي من 22 من مارس إلى 22 من يونيو الماضي، لأن البلاد كانت تحت الخطر أو الحظر بسبب جائحة كورونا. وطالب أديب في خطابه بتمديد فترة عمل اللجنة شاكيا من عدم توفير بعض الأجهزة التي تساعد في الوصول إلى البيانات. دكتور، ما دلالة تمديد عمل اللجنة؟ هل ضياع الحقوق أم تريد فترة أم التحقيقات؟ لعلنا في كثير مما كنا نتحدث عنه في لقاءاتنا السابقة حول أن هذه اللجنة الخوازيق التي ذكرها ربما الثوار، أعتقد أكبر مشكلة تواجه اللجنة هي العقدة الرئيسية ما بين المدنيين وشريكهم العسكري. وبطبيعة الحال من فضل الاعتصام ليست قوة مدنية، ولا هم شياطين أتوا من خارج السودان، ولا هم أيضا ملائكة نزلوا من السماء. في نهاية المطاف الشارع السوداني كله رأى بأن هنالك قوة مسلحة على الأقل تقتحم على المعتصمين السلميين المدنيين وتقوم بأدوارها. بطبيعة الحال الاتجاه المباشر، المسؤولية المباشرة وقتها، سواء على مستوى مسؤولية مباشرة كسلطة كانت تحكم مجلس عسكري، أو على مستوى ما رأه الناس من أن هنالك فعلا الذين نزلوا هم عساكر. دكتور، الآن نحن استضفنا من قبل الشباب هنا، تسأله هو يعرف من ارتكب الجرم. ولذلك أنا في تقديري لجنة نبيل مهمتها هي محاولة التمديد ومحاولة تلطيف الأجواء وتمديد حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، لأنه من الصعوبة جدا أن اللجنة تستطيع أن تعبر في هذه المرحلة أو تدين طرف داخل السلطة، وهو طرف الآن طرف أقوى وطرف متماسك وطرف لا يستطيع في تقديري. وخلال هذه الفترة حكومة الخرطوم تجزر من قاعدتها في الأجهزة الأمنية والشرطية. نعم. وتصبح كسابقتها الإنغاز وهي هكذا.